sud du Chicken. Et je vous donne rendez-vous donc à Meknès le 3 mars prochain, Charlie. ندوا هي كي هي لقاء مع الاخوان الصحفيين والاخوات الصحفيات هنا مدينه الدار البيضاء. لماذا؟ باش نعرفوا بالمهرجان ديالنا اكثر، باش نتحدوا على الدوره 21 ديال المهرجان اللي غادي تدوز ان شاء الله من 3 ل 8 مارس. والفكره هي هذه، تقديم هذا الجديد ديال المهرجان اللي هو اول مهرجان ديال السينما التحريك في العالم العربي والعالم الافريقي. نستضيف في مدينه مكناس اسماء عالميه اللي لنا الشرف انه كنستضفوها في المغرب. لنا ايضا ورشه تكوينيه للطلبه، وهو مهرجان ينفتح على من خلال الفضاء ديال مدينه مكناس على تجارب ديال سينما التحريك العالميه. السينما التحريك اش نقول لك، هي بدات هي 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 السينما اللي هي متفرده، ولكن تبقى السينما اولا حنا ديما كنتفكروها بالرسوم المتحركه، رغم ان الرسوم المتحركه هي فقط تقنيه من مجموعه ديال التقنيات. مثلا كاين تحريك بالرمل، كاين بثلاثيه الابعاد بلا 3 دي، كاين بالدوميا كما هذه السنه هذه غنستضيفوا مدرسه تشيكيه اللي كتشتغل على سينما التحريك بالدوما. اذا سينما التحريك هي متنوعه، وهي يعني تلاقح ديال مجموعه ديال التجارب ديال 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 الفنون الجميله. هاد الدوره تتميز اولا كما قلت لك بحضور جماهيري، بالحضور ديال الجمهور ان شاء الله، ولكن ايضا بمجموعه ديال الاسماء العالميه كالفرنسي كريستوف سيرون اللي اشتغل خصوصا في الديوستويات الامريكيه دريم وركس. في 25 pays invités.